اليوم السبت الناس أصبحوا على أجواء جميلة، يعني جيدة، الأجواء فيها معتدلة، لكن أهل تبوك أصبحوا على نزول الثلج تبارك الرحمن، تحديدا في جبال اللوز شمال غرب المملكة. المميز دائما مشعل العطوي وثق هذا الفيديو، خلونا نشوفه. السلام عليكم، اليوم 16/2/2020 جبل اللوز. اليوم كمية تراكم الثلج ما شاء الله تبارك الله، كان الله في عونهم في تبوك هناك على هذه البرودة. لكن قد سمعت يعني أنه سبحان الله يعني برد تبوك وبرد حايل والبرد المناطق الشمالية ما يدخل في العظام زي البرد الجاف في الرياض، هذا الذي سمعته، لكن ليس من سمع كمن رأى.